تابعت معانا الحادثة اللي حصلت، تحرش الراجل الكبير ببنت صغيرة في عمر 5 أو 6 سنين، والجدال الكبير جدا جدا على المشكلة دي. منهم اللي بيقول ازاي يا جماعة تفضحوه، ده ربنا حليم ستار، كان ممكن ان انتوا تردعوه بالفيديو اللي معاه او تهددوه بده، او ممكن تروحوا تعملوا بلاغ في الاسم، وبكل ده كان حق البنت هيتجاب، لكن انتوا كشفتوا ستر الله سبحانه وتعالى عليه وفضحتوه، بيته واولاده ومراته، وما يصحش ده، حق البنت كان هيرجع بطريقة أخرى. رأي الشرع والدين في ده إيه يا شيخنا؟ إحنا فعلا كده رفعنا ستر الله سبحانه وتعالى عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أستاذة، هو سؤال حضرتك ذو شقين، أول شق فيه هي الفاحشة التي تمت، والأمر الثاني هي مسألة التشهير الذي تم أو إعلان هذه المصيبة على السوشيال ميديا أو لوسائل الإعلام عامة. بالنسبه للفاحشه التي تمت، الاسلام سعى سعيا حثيثا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي وضيفتك الكريمه كانت بتتكلم، ان الاستاذه الدكتوره بتقول ان الانسان مش عارف يتعامل مع هذا الامر، يبدا في مرحله الشك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اخو الزوج يدخل البيت في عدم وجود الزوج، قال الحمو الموت، ما ينفعش يدخل في البيت في عدم وجود رجل البيت، اللي هو ده هي ده. انا المثل بيقول لو هي عريانه غطيها، لو الشرع مش عاوزك تغطيها ولا عاوزك تدخل عندها اساسا من الاساس، الشرع بيقول لك ان في حدود لابد ان احنا ما نقربهاش، مش فلا تعتدوها فلا تقربوها. الموضوع منهي في هذه النقطه. فلما نيجي نقول ان احنا عندنا شخص بهذا الامر وبهذه المصيبه الفاحشه التي فعلها، الله سبحانه وتعالى لا يهتك ستر عبده من اول مره. رجل جاء لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان شاربا للخمر، سيجلد سيقام عليه، قال والله يا ايه يا امير المؤمنين انها اول مره، والله يا امير المؤمنين انها اول مره، فيعني سامحني، ما ينفعش يتعمل فيا العمله ديت، ما ينفعش يحصل لي. فلما اقيم عليه الحد قال وقد قام عليك الحد الان، فماذا تقول؟ هل هذه اول مره؟ قال لا والله يا امير المؤمنين، والله انها المره الأربعين. الأربعين سبحانه وتعالى لا يهتك عن الإنسان مرة واحدة. يعني طب في مسألة بقى إيه إن إحنا نشير على الفيسبوك من أجل فتح الشخص دوت ويبقى عبرة لغيره؟ أنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا يا أستاذ، أقول نقطة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى نهى عن إشاعة الفاحشة، سواء كان فاحشة تمت وتنشر أو فاحشة قائمة ويعد لها. يعني الاصل في المجتمع ان لما انا يظهر عندي الان انسان متحرش مره ويقعد اسبوعين ويخرج، طيب خلاص انتهى الموضوع، زي ما حدث عندي مثلا في عنتيل المحله الموجود، عملنا اعلانات والفيديوهات اتنشرت وكانت سين وصاد وعين، اسبوعين وخرج. فغيره بعد كده لما يحصل له المشكله دي اسبوعين وهخرج، ايه المشكله؟ مش هيحصل له حاجه. فانا التعامل الدوله نفسها او تعامل المجتمع نفسه بنشر الفاحشه الان اللي تمت الان فيه ضرر على المجتمع اكثر من عمليه الفتح اللي هتبقى. بس يعني هل نفس الكلام ينطبق على واقعه امبارح او متحرش المعادي ده؟ يعني احنا بنقول ان الانسان الذي تحرش والذي انتقل بهذا الامر، هل يوجد مثله متحرشين؟ نعم يوجد مثله، واحد واثنين وثلاثه وعشره، بل مئات ان شئت فقولي. هذا الامر يتم ولكن يتم التعامل معه في نطاقه الطبيعي البسيط بعد ان يظهر الامر الى القضاء الموجود، ان كان قضاء محترما في هذا الامر. يقول تم الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الفاحشه سترها في بدايتها، كان الاولى ان يستر ايه؟ ان يستر نفسه، يا رسول الله اني زنيت. اشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنا ابو وجهه، سكت سابه وماشي ومشي، يا رسول الله اني زنيت. بس الشيخ يوسف بالشكل ده هي مش فاحشه، بس هو ما عملش فاحشه في غرفه وحد 4 شهود والاولى الستر، ده دي جريمه مجتمعيه بتحصل كل يوم. لو كل واحد يعني فضح المجرم ده، كل مجرم هيخاف من الفضيحه، الفضيحه اللي هتحصل له دلوقتي هتردع ناس كتير. تاني يا استاذ ببساطه خالص، انت حضرتك بس قطعتني في الكلام، انا بقول ان الاسلام بيتعامل مع الفاحشه في نطاقين، قبل الثبوت وبعد الثبوت. قبل الثبوت ان هي لا تثبت عليه بالشهود والادله، والذي يثبت هذا الامر هو القاضي الذي يحكم في هذا الامر. ثبتت الله سبحانه وتعالى قال في حق اقامه الحد، قال وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين، الناس تشهد العذاب، لان هنا العذاب رادع. لكن الان احنا بناخد وندي في الكلام، رايحين جايين، حصل ده عمل ده نصر ده ما نصرش، ده نسيب ده ما نسيبش، نتكلم ما نتكلمش، وفي الاخر الشخص ده اسبوعين وهيخرج. لو يعني لو اهل البنت ديت تنازلهم وقالوا لا يا جماعه ده ما حصلش حاجه، والبنت سليمه، او الطب الشرعي اثبت ان البنت سليمه ما حصلش اي حاجه، او هو قال اي كلام في اي كلام، خلاص هو خرج. بكره
غيره هيعمل نفس العمله. طب دكتور يوسف دلوقتي احنا في القانون اصلا عندنا ان دي جريمه اصلا تجاه الطفله دي او الطفل اللي بيعرض لحاجه زي كده، فدي جريمه كامله الاركان ومصوره. حضرتك طبعا كلمت عن الفاحشه وكلمت عن كمان عاقبه الفاحشه وازاي الله سبحانه وتعالى ما بيرفعش ستره عن حد من اول مره، ده بيديله مره واثنين وثلاثه، بعد كده بيكشف ستره لعله كان يرتضع في المرات السابقه. اخيرا دكتور يوسف، في بعض الناس دلوقتي موجهه سؤالها لحضرتك ولكل اهل الدين، طب احنا بعد ما شهرنا بيه وبعد ما حصل كل ده علشان الناس يعني ترتضع من ده، لكن هو حصل على الجانب الاخر تفكك اسري كبير عنده، اسرته باظت، اولاده عرفوا ان بابا بالطريقه دي سواء هو او غيره، حتى حضرتك لما رجعت بالذاكره للموضوع العنتيل، طب ما الستات دول كلهم حياتهم باظت واتبهدلت والدنيا، يعني هل فعلا ده طبقا للشرع اللي المفروض نعمله ولا طبقا للشرع ايه اللي المفروض نعمله؟ احنا عندنا عده اتجاهات في التعامل مع القضيه نفسها. اول شيء بالنسبه لاهالي الاطفال او اهالي اي شخص موجود، الاصل ان في توعيه تتم لهذا الطفل ولاهله الا يقرب منهم انسان، ويكون الانسان تحت مراعاه وملاحظه اهله او الولي القائم عليه بالتربيه الصحيحه. الامر الثاني ان انت لما تجيبي انسان زي مثل هذا لابد وان يكون عليه عقوبه مغلظه تغليظا شديدا. الله سبحانه وتعالى لما جه يتحدث في عاقبه الانسان الزاني قال الرجل، لكن لما جه تمت عمليه اللواط في قوم سيدنا لوط، الله سبحانه وتعالى قلب القريه راسا على عقب، لم تاتي قريه تعذب وينزل عليها ثلاثه انواع من العذاب مثلما نزل على قوم نبي الله لوط في هذه الصوره. فالعقوبه لابد وان تكون رادعه، حتى تكون يعني بنسميها عقوبه رادعه لكل من تسول له نفسه. انا الان بتقولي لي اتعامل مع الامر ازاي؟ بقول لحضرتك تعاملي مع الامر بمنطلق الشرع، انه قبل الحكم في هذا الامر الامر يعامل في نطاق ضيق، يعامل في نطاق ضيق، فاذا حكم فيه وثبتت هذه التهمه الناس كلها لابد ان تعرف العقوبه الصحيحه التي تنزل عليه. شكرا جزيلا لحضرتك. معانا عبر التليفون الشيخ يوسف عبد الدائم الداعيه الاسلامي، شكرا جزيلا لكلام حضرتك.